السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أبنائي وبناتي الطلاب وطالبات الفرقة الرابعة شعبة علوم الحاسب، أهلا بكم ومرحبا في المحاضرة الثانية أونلاين برمجة الشبكات نتوركينج بروجرامينج. طبعا التقينا في الأسبوع الماضي في محاضرة فيس تو فيس مباشرة بالسيمينار الخاص بالفرقة، وهذه هي المحاضرة الثانية أونلاين. طبعا اتكلمنا في المحاضرة السابقة وهنعمل ريفيجن سريع عن مجموعة من الفصول بتتضمن مفاهيم في الشبكات، التعريف، المكونات المادية، البروتوكولات، ونتوركس كونكشن طرق التوصيل، الهاردوير والسوفت وير والاريا الخاص بالشبكات، وبالنسبة للأريا لان مان وان وانترنت، ثم المميزات والخدمات وشبكات التواصل الاجتماعي والويب سايتس الخاصة بهذه الشبكة. الجزئية الثانية ومسار المحاضرة هو نتوركس بروتوكولز أو بروتوكولات الشبكات. ما هو تعريف البروتوكول؟ وما هي البروتوكولات الخاصة بالسيرش، بالنافيجيشن، بالبريد الإلكتروني، بالنقل وتحميل الملفات، بالداونلود والابلود؟ بكتير هنتعرف تفصيليا عن البروتوكولات. الجزئية الثالثة هو استخدام لغة HTML في تصميم مواقع وصفحات الانترنت. اضيف الصور والرسوم ولقطات الفيديو والنماذج والجداول وكل شيء واي شيء فيما يخص انشاء ويب سايت او صفحة باستخدام هايبر تكست Markup language. يضاف الى ذلك الـ ASP.NET او لغة بناء صفحات الويب، وهي من اللغات الاساسية والفايتال جدا جدا بالنسبة لـ Internet Design and Internet Programming، بالاضافة الى الجافا سكريبت او بناء صفحات الويب باستخدام الجافا كأصل ومميزات وسورس كود ونتسكيب اكسبلورر، البرنامج الاول، طرق ادخال البيانات، الاوبريتورز المختلفة، والكونديشنال ستيتمنت، والجلوبال فاريابل، وده اللي هنركز عليه كويس جدا جدا. نركز مع بعض ونقول ان الشبكات ما هي، ما هو التعريف، وما هي المزايا، وما هي البروتوكولات، وما هو تقسيم هذه الشبكات من حيث الاستخدام وغيره. لو قلنا تطور شبكة الانترنت من عام 58 حتى الآن باستخدام خطوط الهاتف، ثم نظرية استخدام تحويل طرود نقل البيانات، ثم الأربانيت أدفانسد ريسيرش بروجكت أجنسي أو وكالة نشر الأبحاث العلمية بيونايتد ستيت، ثم المشروع الخاص بتحويل الطرود في إنشاء شبكة، أول مؤتمر حول الأربانيت، ربط أربعة أجهزة في أربعة جامعات أمريكان في عام 69، ثم ارتفاع عدد الأجهزة المتصلة بالشبكة من أربع أجهزة إلى 23 حاسب، وتنظيم بإدارة الإنترنت أو زي ما نسميها إنتر واركينج أو إنتر كونكشن أو إنترناشنال واركينج جروب، ربط بين إنجلترا والنرويج من خلال أجهزة الحاسب عام 73، استحداث النيوز جروب عام 79 أو زي ما نسميها منتديات النقاش أو مجموعات النقاش، ثم استخدام ترانسميشن كنترول بروتوكول وظهور كلمة انترنت عام 82، استخدام اول خادم نطاقات او زي بنسميها الدي ان اس او الدومين نيم سيرفر او الدومين نيم سيرفنج اللي هو اول نطاق خادم بالنسبة للانترنت، عام 84 ارتباط 1000 حاسب في شبكة واحدة، عام 87 10,000، عام 89 100,000، عام 90 اختفاء نهائي للأربانيت وظهور الانترنت،
وورلد وايد ويب او العنكبوت العالمي عام 91 عام 92 مليون حاسب متصلين بالانترنت، واخيرا عام 2000 انتشار الانترنت على اوسع نطاق. الان عام 2020 هذا هو السؤال، هذا هو السؤال، ما هو السؤال؟ اقول لك السؤال حالا وترسل الإجابة على البريد الإلكتروني التالي. dr.computerecc@yahoo.com. انا طبعا قلت لك التطور التاريخي وفقا للزمن اللي بدأت بيه الانترنت باسم وعدد اجهزة ووكالات ومؤتمرات وغيره، من 4 اجهزة لملايين الحاسبات. الان السؤال هو كم عدد ومواصفات اجهزة الحاسب المتصلة بالانترنت الان؟ كم عدد ومواصفات أجهزة الحاسب المتصلة بالإنترنت الآن؟ ده سؤال هذه المحاضرة. سؤال المحاضرة، ده أول سؤال، ما تنساش ترسل الإجابات بالميل. إذن التطور التاريخي بدأ من الستينات لما افترضت وزارة الدفاع الأمريكي وقوع كارثة نووية، وضعت التصورات المختلفة وإزاي عندي أجهزة وإزاي أربط بين هذه الأجهزة من خلال بروجكت أجنسي نتورك أو زي بنسميها Advanced Research الأربانيت، وده مشروع كان خاص بوزارة الدفاع الأمريكية، ودي كانت أول شبكة تربط بين 4 كمبيوترات مرتبطة ببعض بوصل التليفون عادي جدا في 4 أبحاث تابعة لجامعات أمريكية. تمام، يبقى 4 أجهزة كان الهدف منهم خدمة الأغراض العسكرية والحربية. طيب اتس اوكي، ايه اللي بعده؟ مر التطور الخاص بربط الـ4 حاسبات في 4 جامعات و4 مراكز بحثية بمجموعة من التطورات زي معرض الجدول السابق حتى ملايين هذه الأجهزة، ونتج عن ذلك تحول الأربانيت إلى الإنترنت الحالي. طيب لو أنا عايز تفاصيل أكثر عن الأربانيت هعمل ايه؟ لو عايز تفصيل اكثر عن الأربانيت هدخل على الانترنت، هدخل على الانترنت. الأربانيت Advanced Research Project Agency Network، ايه النيم بتاعها؟ Was the first wide area backed switching network with distributed control and one of the first network to implement the TCP/IP protocol. إذن هذه الشبكة هي النواة الأولى لشبكة الإنترنت، النواة الأولى لشبكة الإنترنت باستخدام حزمة البروتوكولات TCP/IP.
تمام. تي سي بي اي بي كانت نقطة علامة في انشاء شبكة الانترنت. الجهة التابعة هي وكالة مشاريع البحوث المتطورة الاربانيت، تبعيتها لمين؟ لوزارة الدفاع الامريكية. الهدف منها خدمة الاغراض العسكرية في اربعة اماكن مختلفة، خدمة الاغراض العسكرية في اربعة اماكن مختلفة. تمام. ما هي الشبكة؟ قلنا الشبكة من غير ما تحفظ مجموعة من أجهزة الحاسب مرتبطة معا لتعمل كما لو كانت جهاز واحد أو تحت سيطرة مستخدم واحد. أجهزة كم عددها؟ 1، 2، 10، 100، مليون. وهذه الأجهزة تربط بين أكثر من مستخدم وأكثر من يوزر وأكثر من بريد إلكتروني في نفس الوقت. إذن ده نظام يتكون من حاسب أو أكثر. الحاسب ده ممكن يكون بيرسونال أو مين فريم أو تيرمينال أو مرتبط ببرينترز أو أوتبوت أو إنبوت أو أوتبوت إنبوت شانلز اللي هي الأي أو وغيره وغيره. إذن هي شبكة. إيه تاني؟ إيه التعريف التاني؟ روابط بين أجهزة الحاسب تسمح بالاتصال ونقل المعلومات بصورة تتجاوز حدود الزمان والمكان وباستخدام البروتوكول. بروتوكول يعني ايه؟ معيار، شرط. هل لك أحقية الدخول إلى الشبكة أم لا؟ يعني أنا بأوضح لو أنت مش فاهم إن أنا في محاضرة الآن، وسيلي ذلك الحوار بشكل تفصيلي. ما علاقة هذه الكلمة؟ هي معيار. معيار لإيه؟ معيار للمحاضرة. نفس الوضع بروتوكول الإنترنت، بيقول لك أنت مصرح ليك ترسل رسالة بريد إلكتروني أم لا؟ أنت مصرح ليك إنك أنت تحمل أو تعمل داونلود لملف أو لا؟ تعمل ابديت او لا؟ اذا هذه البروتوكولات هي التي تحدد للمستخدم او لجهاز الحاسب الموجود بالشبكة هل معه لايسنس للحصول على الخدمة ام لا. ما هي خدمات الانترنت؟ البريد الالكتروني، ال FTP اللي هو الفايل ترانسفير بروتوكول، التلنت الاتصال عن بعد، الليرنينج، الماركتنج، الاي كوميرس، الداونلود والابلود والابجريد وغيره كتير جدا جدا، والنافيجيشن. انت مصرح ليك تاخد هذه الخدمات لو عندك البروتوكول الخاص بذلك، وده الشكل بتاع الشبكات. طيب اوكي، ازاي يكون عندك شبكة لو معاك موبايل مرتبط بواي فاي او يلقط واي فاي، لو معاك لابتوب، لو جهاز كمبيوتر، لو تابلت او ايباد؟ اذا ده المكون المادي. يبقى المكون المادي جهاز كمبيوتر معاه وحدة ادخال او اخراج او غيره، مرتبط بسلك او لا سلك. يعني ايه؟ يعني الشبكة ممكن تربط بين اجهزة الحاسب بسلك زي الأسلاك المتعارف عليها سواء كانت الكوزيكال أو غيره، أو شبكة لاسلكية وايرلس، أو باستخدام الإنفراريد، أو باستخدام الأقمار الصناعية، أو بالواي فاي، أو واتيفر. ثم يضاف إلى ذلك وسيط نقل المعلومات للسائلين حالا، الأسلاك أو خط التليفون، ونتورك اوبريتنج سيستم نظام تشغيل الشبكة. اذا كمبيوتر وتليفون ومودم وكابل وان او اس يساوي شبكة. تمام؟ اوعى تنسى الحكاية دي. المودم جهاز
يقوم بتحويل إشارات الكمبيوتر الرقمية إلى تماثلية from digital to analog، ثم تنقل هذه الإشارات التماثلية عبر خط الهاتف، وعند تحويلها إلى الجهاز الآخر يقوم بعكس الإشارة التماثلية مرة ثانية إلى إشارة رقمية يفهمها الكمبيوتر، سواء كان internal أو كان external. الانترنال داخل جهاز الكمبيوتر، الاكسترنال ده يتصل مع الكمبيوتر باستخدام سلك تسلسلي RS-232. أو بخط الهاتف بالـ RG-11. طب ممكن تقول لي أنواع خطوط الهاتف مع المودم؟ dial up أو leased line. dial up خطوط الهاتف الاعتيادية، الخطوط المؤجرة اللي هي leased line. بالنسبة للنوع الأول dial up، لازم على المستخدم أن يجري الاتصال كل مرة يريد فيها استخدام المودم، ودي طريقة بطيئة وغير فعالة في إرسال البيانات وهكذا. إذن أنواع خطوط الهاتف، وانت بتدرس او بتسمع لهذه المحاضرة اونلاين هتعرف الفرق بين انواع هذه الخطوط. انواع خطوط الهاتف مع المودم، قلنا دايل اب وقلنا ليزد، وقلنا الفرق بين النوع الاول والنوع الثاني. تقاس سرعة المودم بالبت في الثانية الواحدة او بالباود او بالبت بير سكند. بت بير سكند، البت في الثانية. عندك نوعين من الكونكشن أو الكوميونيكيشن أو طرق إرسال البيانات عبر المودم، سينكرونيزيشن ونون سينكرونيزيشن. إذن عندك نوعين من الاتصالات في هذه المحاضرة. بعد انتهاء المحاضرة يبقى سهل عليك جدا تبقى عارف أنواع هذه الاتصالات. الاتصالات اللي بنسميها synchronization تختلف تماما عن النون. النون ترسل البيانات على شكل تيار متتابع ومستمر من الإشارات، ويحول كل رمز إلى سلسلة من البيتس from start to stop، والعكس بالنسبة للنوع الآخر. بتعتمد على channel speed اللي هي السرعة، والثروت بوت او زي بنسميها مقياس مقدار المعلومات المتدفقة، سواء SDLC او HDLC، سواء كان السينكرونايز داتا لينك كنترول او الهاي ليفل داتا لينك كنترول او البينري سينكرونايز كوميونيكيشن بروتوكول. انواع خطوط الهاتف البير تويست، الكوزيكال كابل، فايبر اوبتكس والمايكرويف والساتلايت. تاني ده سؤال يرسل بالميل، انواع خطوط الاتصال، خط التليفون التويست، وده في المسافات القصيره يعني بيت يعني برج يعني مكان قريب من بعضه. الكوزيكال كابل بتشبه كابل توصيل هواء التلفزيون، ودي بتستخدم في اللان في اللوكال اريا نتورك. الفايبر اوبتكس دي بديل عن الكوزيكال والاسلاك المعدنيه، الميزه بتاعتها سرعه النقل والمقاومه الكبيره للعوامل المختلفه
أو العوامل البيئية زي الضغط والحرارة والرطوبة، إضافة إلى ذلك أنها أرخص في التكلفة، إضافة إلى ذلك إرسال النبضات الضوئية بديل عن النبضات الكهربائية. أمال إيه الميكروويف؟ لكي تستخدم هذا النوع من خطوط الاتصال لابد من وجود خط فيجن مباشر دايركت فيجن بين السندر والريسيفر. لكن العيب احتياجها الى الهوائيات المرتفعه جدا عن المباني او حتى قمم الجبال. ساتلايت بتعمل كناقل وسيط او محطه ستيشن لاعاده ارسال او لاعاده الاشاره المرسله وبناء عليه فالاتصالات الانترناشونال بتكون اسهل والفلكسبيليتي بتاعتها اعلى. سؤال الامتحان هنا واللي بيرسل بالميل، ما هي انواع خطوط الاتصال؟ السؤال اللي بعد، ما هو اتجاه حركة نقل البيانات؟ يا إما أسلوب سيمبل يعني بسيط، بترسل البيانات في اتجاه واحد one way زي الإرسال التلفزيوني أو الإذاعي، وفي الحالة دي إرسال استقبال. half doubles يعني إرسال واستقبال نصفي. هنا النهاية الطرفية بتستخدم في إرسال واستقبال البيانات، لكن لما هترسل مش هتستقبل، ولما تستقبل مش هترسل. ده بتستخدم في الارسال والاستقبال النصفي. فول دبلكس او زي ما بنسميها الارسال الكامل هتقوم بعمليه الارسال والاستقبال في نفس الوقت. انتبه للجزئيات دي كويس جدا. بروتوكولات الاتصالات، البروتوكول مجموعة من القوانين والقواعد تحدد عناصر التعامل. ايه؟ مجموعة من القوانين والقواعد تحدد آلية التعامل، التعاون، الاشتراك، الاتصال، الارسال، الاستقبال. طب وبالنسبة للشبكة؟ قوانين تحدد الصيغة التي يمكن بها تبادل المعلومات بين السندر والريسيفر. طيب البوينت تو بوينت او التوصيل من نقطه لنقطه، ولا نقط متعدده على خط واحد، whatever. هذه هي احدى طرق توصيل النهايات الطرفيه الترمينال، يا اما من نقطه لنقطه يا اما نقاط متعدده على one line. طيب من فضلك، قلنا قبل كده ان الشبكات انواع، يا شبكه اتصال يا شبكه مستخدمين. اتصال يبقى وسائط اتصال وعقد اتصال. مستخدمين اجهزه حاسب وبرامج ووسائل تخزين واخراج وتيرمينالز. طب ممكن تقول لي الشبكات من حيث الاريا، المساحه اللي بتخدمها الشبكه، يا لان لوكال اريا نتورك بتخدم نطاق جغرافي محدود. انتبه. او طبعا المكونات بتاعتها، حاسب يتولى القيادة وخطوط اتصال تليفونية ولها ديزاين، ممكن تكون ستار او رينج، وده اللي هنشرحه تفصيليا في المحاضرة القادمة. لكن اللي عايز اقوله لك حالا ان تقسيم الشبكات بالنسبة لي
الوضع الجغرافي او الاريا. لان اللي هي لوكال اريا نتورك، ومان متروبوليتان اريا نتورك، وانترنت، وقبلها الوان، وهنتكلم عن الايثرنت والانترنت ان شاء الله. اسمع المحاضره كويس جدا، ابعت الاجابات بتاعتك على الميل، لو عندك اي استفسار ابعته، واراكم على خير في المحاضره القادمه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.